لا تجزعن لمكروه تصاب به، فقد يوديك نحو الصحة المرض، واعلم بأنك عبد لا فكاك له، والعبد ليس على مولاه يعترض. الابتلاء هو السنة الربانية التي يختبر الله بها عباده، وقال تعالى عنها: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، سورة الأنبياء. فالله عز وجل يبتلي من يشاء من عباده بما شاء من الضراء والسراء، فمن صبر ورضي فله الرضا، ومن تسخط فعليه السخط. ومن ابتلي فليتذكر أحوال الأنبياء والصالحين وما مروا به من ابتلاء، وأن يعلم أن البلاء الذي يقربه إلى الله خير له من النعمة التي تبعده عن الله، بل تنسيه مولاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الإمام أحمد والترمذي رحمهما الله. وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أسألك الرضا بعد القضاء. رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني. ولكن ما هي رسالة الله للمبتلى؟ يقول العلامة الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله: إن المؤمنين هم أهل الابتلاء من الله. لماذا؟ لأن الابتلاء منه نعمة، والله سبحانه وتعالى يباهي بعباده ملائكته ويقول: إنهم يعبدونني لذاتي، فتقول الملائكة: بل يعبدونك لنعمتك عليهم، فيقول سبحانه لهم: سأقبضها عنهم ولا يزالون يحبونني، ومن عبادي من أحب دعاءهم، فأنا أبتليهم حتى يقولوا يا رب، لأن أصواتهم يحبها الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا ابتلى عبدا في صحته مثلا وسلب منه نعمة العافية، ترى الجاهل هو الذي ينظر إلى هذا نظرة عدم الرضا، وأما المتعمق فينظر إلى قول الله في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي، وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فلو فقد المؤمن نعمة العافية فلا ييأس من رحمة الله، فإن الله تعالى يريده أن يعيش مع المنعم، وأنه طوال فترة مرضه في معية الله تعالى. ولذلك حين يقول الحق تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، معناها: إن لم تكونوا مؤمنين لذاتي فاستحيوا أن ترتكبوا المعصية بنعمتي، تلك النعمة التي أنعمت عليكم. ولقد جاءت هذه النعمة هنا لأن بني إسرائيل يعبدون الله من أجل نعمه. اذكروا نعمتي، الذكر هو الحفظ من النسيان، لأن روتين الحياة يجعلنا ننسى المسبب للنعم. فالشمس تطلع كل يوم، وكم منا يتذكر أنها لا تطلع إلا بإذن الله فيشكره. والمطر ينزل كل فترة، من منا يتذكر أن المطر ينزله الله فيشكره؟ فالذكر يكون باللسان وبالقلب، والله سبحانه وتعالى غيب مستور عنا، وعظمته أنه مستور، ولكن نعم الله سبحانه تدلنا عليه. فبالذكر يكون في بالنا دائما، وبنعمه تعالى يكون ذكره وشكره دائما. وكان الله سبحانه وتعالى قد ابتلى الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، فحدث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك، أي في وعكة ومرض، عليه قطيفة، فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة، فقال أبو سعيد رضي الله عنه: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إنا كذلك، يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر، يقصد الأنبياء. فقال: يا رسول الله،
أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون. وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله. ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء، رواه الإمام أحمد والبخاري رحمهما الله. فيا صاحب الهم، إن الله أرحم بنا من أمهاتنا، وإنما كتبه الله عز وجل لنا لا علينا، وهو خير لنا. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نعم لنا، ذلك أنه تبارك وتعالى هو مولانا، وهو حسبنا سبحانه وتعالى، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: عجبت من قضاء الله عز وجل للمؤمن، إن أصابه خير حمد ربه وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر. المؤمن يؤجر في كل شيء، حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته، رواه الإمام أحمد والنسائي، وصححه الألباني، وحسنه شعيب الأرناؤوط رحمهم الله جميعا. فكل قضاء الله للمسلم خير. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو وعمل اشتراك بالقناة. شكرا لحضراتكم، إلى اللقاء.